بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن مسألة العمليات الهندسية فيها اتنين ريفيرس كيرف أو اتنين منحنى معكوس وفيها فكرة برضو في واحد فيهم. تعالى نفكر كده في المسألة دي بالراحة. الأول هنبدأ بحرف السي اللي محطوط هنا، نحط خط أفقي وخط رأسي يعني في الربع الشمال من الورقة كده فوق، ونسيب مسافة هنا كافية اللي هي إيه 50. المسألة دي لما تيجي ترسمها طبعا الأبعاد دي بالملي، تمام، ترسمها على ورقة A3 كبيرة عشان تكفي معاك. ممكن البرجل بتاعك تحتاج برجل بطوالة عشان R1 هنا ممكن يبقى كبير شوية، أو لو هتجربها في البيت اقسم الأبعاد دي، خد التلتين أو خد النص أسهل، يعني 28 دي ارسمها 14 ل 40 2 وهكذا، اقسم كل رقم دول على الاتنين. وطبعا الزوايا ما بتتقسمش لو خدنا سكيل مثلا. موضوع السكيل ده ليك للتمرين، لكن انت ما تعملش حركة زي دي لسيكشن او في امتحان طالما ما اتكتبش سكيل 1 الى 2. طالما ما اتكتبش كلمة سكيل 1 الى 2، ده معناه انك مش من حقك تصغر ولا تكبر لأبعاد المزاجك، لازم تلتزم بالايه؟ بالبعد اللي محطوط. سكيل 1 لـ1 معناها الرقم اللي عندك تنفذه زي ما هو. وطبعا اي سكيل في الدنيا ما بيتطبقش على الزوايا. تعال نفكر في المسألة دي. حطينا المحور الافقي والمحور الرأسي، بعدنا رأسيا مسافة 280 وحطينا خط رأسي، تمام؟ وابتدينا بعد كده من الخط الافقي ده ننزل موازي تحت 40، وبعد كده ننزل موازي 120، وبعد كده موازي 100، وبالتالي المحاور دي كلها عندك. هترسم من عند السي الدايره 30، وبعد كده عندك الدايره الايه 50، وفي هنا خط على زاويه 30. شوف فايدته ايه، بس واضح جدا ان هو بيديك النقطه الفاصله ما بين الدايره ال 50 والدايره الار 2 المجهوله دي، تمام كده؟ فدي نقطه مهمه عندي في المساله. بعد كده هبتدي ارسم من هنا دايره 30 ودايره اللي هي براها 40، نفس الكلام تحت دايره 30 ودايره 40. ممكن ما اكتبلكش الابعاد بتاع الدايره اللي تحت وانت اوريدي تفهم ان هي ايه شبه بعض، فتعال نكمل الدايره دي كده ونكمل الدايره دي كده. دي الدوائر المعروفه. الخط ده خط راسي ممكن تقول عليه اوبن بيلت ما بين دايرتين، بس بما ان الدايرتين قد بعض دي حاله خاصه من الاوبن بيلت، فيبقى عندك دايره ودايرة تانية هنا قدها بالظبط ومحتاج تعمل اوبن بيلت. هتعمل الآتي، سبيشال كيس دي مهمة جدا. سيادتك مش هتنفع توصل المركزين وتنصف وترسم دايرة مساعدة بعد كده ترسم دايرة ار ناقص ار، لأن لو دي 20 ودي 20 ار ناقص ار يطلع بصفر ومش هتعرف تكمل شغل. قال لك في الحالة دي بتعمل إيه؟ الخطوات الحل بسيطة جدا، مجرد توصل المركزين ببعض، ولو انت محتاج المماس من الناحية دي قيم هنا عمودي على الخط الواصل ما بين المركزين وهنا عمودي، يعني الزاوية دي تبقى 90 والزاوية دي تبقى 90. انت كده خلاص جبت نقط التماس تقدر توصل ده بده على طول، ده كده الاوبن بيت. لو من الناحية التانية عمودي من هنا وعمودي من هنا، ده في حالة الدوائر لو هي مايلة. طب لو هي فوق بعض زي دي خلاص مفيش خطوات عمل، لان العمودي هو السنتر والعمودي هو السنتر، فده بترسمه على طول خلاص. هتلاقي المسألة كلها خلصت ما عدا حرف الاس اللي هنا ده وحرف الاس اللي هنا. طيب حرف الاس ده مبدئيا كده اللي فوق هو عباره عن ايه وايه؟ ار 1 اللي هي الدكتور مشاور على السنتر لاين ده وقايل ان ده مركزها، شبكه في دايره نص قطرها 80. الدايره دي تقدر ترسمها لان مركزها معروف والمسافه من هنا لهنا 80، تمام؟ هي كده ال 120 شيل منها ال 40 يبقى دي اللي فاضله ال 80، هي اوريدي مكتوبه، فتقدر ترسم دايره من هنا لهنا مقاسها كام؟ 80. يعني الدايره دي كده بقت عندك دلوقتي، الدايره دي كده كامله بالخفيف بقت عندك، تمام. المشكله هنا في ايه؟ الدايره الجزء ده من القوس ار 1 مجهول، يبقى ده كده ريفرس كيرف او منحنى معكوس. طب فين حرف الاس يا باشمهندس؟ الناحيه اللي هنا كده ولا الناحيه دي؟ اكيد ده حرف الاس، لان هنا مفيش اس في الموضوع، يعني دي مش شكل اس، مفيش قلب حصلت هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اتفقنا حرف الاس او ريفرس كيرف بيكون النقطة اللي بيمسك فيها القوس المعلوم في المجهول مش معروفة، فالمنطقة دي هي اللي غالبا حصل عندها القلب، فأنت متوقع نقطة الريفليكشن أو الانفليكشن هنا. خلاص؟ طيب طالما مفيش زوايا، إذا حرف الإس ده يا إما بين ممسين أفقيين يا إما بين ممسين رأسيين. لو أنا رسمت خطين بالمنظر ده، أنا يعني راجع كده عن شوية الحاجات اللي إحنا عاملينها دي. لو أنا جيت فكرت أرسم هنا ممسين بالمنظر ده، ممس كده ممس تاني كده، كده انا بمس حرف الاس ولا بقطعه؟ كده المفروض ان انا بلمس حرف الاس، لان ده يعتبر مماس للدايره الثمانيه وده مماس للدايره الاروان. طب لو انا فكرت اعملها بوضع تاني، اعمل المنظر كده واعمل التاني كده، كده انت مش بتمس حرف الاس، كده انت بتقطعه، تمام؟ ده غير
ان في ايه هنا نقط التماس. النقطه دي معروفه، النقطه دي على خط راسي، فالمقاس بتاعك هيبقى افقي. نقط التماس اللي هنا اللي هي مكان ما ال80 مسكت فيه ال40، النقطه دي على خط راسي، اذا المقاس افقي، يبقى المسات بتاعتك هنا وهنا. يبقى اوريدي النقطه دي اصلا هي دي تي 1، والنقطه اللي فوق هنا اللي هي مكان ما الدايره ال50 قطعت السنتر لاين الراسي هي دي كده مين؟ تي 2. بعد ما جبت تي 1 وتي 2 انا المفروض اعمل ايه؟ اوصل تي 1 ب تي 2، تمام؟ اوصل تي 1 ب تي 2. عشان اوصل تي 1 ب تي 2 كده انا هقطع الدايره ال 80 هنا كده، جبت نقطه ايه؟ الانفليكشن بتاعتي او الاي. بعد ما جبت الاي انا كده خلصت المساله. ليه يا باشمهندس؟ هتبتدي ترسم الخط الثاني اللي اتفقنا عليه سي ار سي. انت بتوصل السنتر المعروف، تمام، بالاي، بتعمل ايه؟ وتمد. ايه اللي هيحصل هنا؟ توصل السي بالاي وتمد، هتلاقي نفسك قطعت العمودي على المماس اللي هو الخط الرأسي اللي متشاور عليه ان هو عليه مركز R1، كده انت جبت سي 2. كده انت وصلت لنقطة ايه؟ سي 2 بتاعتك. يبقى تاني انا عرفت المماسات افقية ازاي، رسمت مرة افقي ومرة رأسي، لقيت ان الافقي هو اللي بيمس حرف الاس، او بطريقة اخرى قلت ان المماس هنا رأسي، النقطة سوري الخط اللي عليه نقطة التماس رأسي، اذا المماس افقي عكسه. وصلت التي بالتي، قطعت الدايره المعلومه في الاي، وصلت السي 1 بالاي ومديت جبت السي 2. يبقى انت كده تقدر تفتح البرجل من سي 2 للتي 2 ومن سي 2 للاي وترسم، تمام. تعال ننفذ الكلام ده على المساله. الدوائر اللي عندنا المعروفه 80 والقوس ده، فاقدر انا اجي هنا وابتدي ارسم دايره من هنا اللي هي المعروفه دايره 80، طالما انا حاطط الابعاد. بعد كده اوصل بخط ما بين مين ومين؟ T1 والT2. اوعى تمسك في دي وتقول لي دي الاي، الدايره دي اصلا ملهاش علاقه بالمساله، الاي بتاعتك اهي. بعد كده وظيفتك توصل خط من سنتر الدايره المعروفه لنقطه الاي، واتفقنا الخط ده بنعمل فيه ايه؟ بنمده بالمسطره لغايه ما يقطع العمودي على المماس. كده دي النقطة اللي أنا أقدر أفتح منها دايرة، يا إما من هنا لهنا أو من هنا لهنا، المفروض الاتنين يطلعوا صح طالما أنا شغال بالإيه بالظبط. دلوقتي أنا أقدر أعمل أمسح الزيادات بتاع الدايرة الـ80 وبتاع الدايرة اللي أنا رسمتها دي من شوية. كده أنا وصلت للمسألة بتاعتي في الجزء اللي فوق، تمام. طيب بالنسبة للجزء التاني، الجزء التاني هنا أقدر أعمل فيه إيه؟ المنحنى المعكوس الثاني ده هو اللي فيه فكرة. ليه؟ لو انا جيت ابص على المسألة فين المنحنى المعكوس الثاني، هلاقي نفسي ممكن اقول ان ده كده حرف اس، او ممكن حد تاني يقول لي يا باشمهندس لا ده الجزء اللي فوق ده كده مع الكيرف اللي تحت حرف الاس. مين فيهم حرف الاس؟ مبدئيا حرف الاس ده ما ينفعش يتقال عليه ريفرس كيرف. ليه؟ مكان ما المنحنى المعلوم اللي هو ال50 والمنحنى المجهول الR2 مسكوا في بعض، النقطة دي معروفة، هم قلبوا هنا، تمام. فطالما النقطة دي معروفة وزاويتها متحركة يبقى دي كده نقطة تي 1، ما ينفعش تقول عليها نقطة الانقلاب. طيب تعال نبص على المنحنى التاني. ار 2 مع الدايرة الكام بقى؟ ال 140. ار 2 مع الدايرة ال 140 هم مسكوا في بعض في المنطقة دي تقريبا، المنطقة دي محدش عارف فين النقطة بالظبط، إذا هو ده المنحنى المعكوس، لأن الريفليكشن مش معروف. خلاص كده؟ امسح الكلام ده. لما يكون عندك زاوية اتفقنا المسافات بتبقى مايلة وبتبقى عمودية على الزاوية، فأنت دلوقتي محتاج ترسم لي هنا خط مماس. كده أنت جبت تي 1 اللي هي معرفة عن طريقة الزاوية، ار 2 مجهول، عندك بقى الدايرة ال 140 مركزها معروف ونص قطرها معروف 140 اللي هي ال 100 دي زائد ال 40 اللي هنا، وهي متعرفة، كان ممكن ما اكتبهاش على فكرة. يعني كان ممكن يبقى في فكرة في المسألة دي إن الدكتور ما يكتبش دي 140 ويروح كاتب عليها هي كمان ار. تقعد انت بقى تفكر باشمهندس ده ازاي منحنى معكوس والاثنين ار مجهولين، المفروض واحده معروفه وواحده مجهوله، دي تقدر انت تستنبطها من المساله. الدايره دي بالظبط السنتر لاين الراسي بتاعها هنا، فدي نقطه تماس، فتقدر تعتبر القوس ده بيمس الدايره دي من الداخل، ومركزه هيبقى على نفس الخط، فتجمع دي 100 زائد دي 40، وبالتالي الدايره دي تبقى عندك.
خلاص خلينا نقول ان هي كانت معطى، وحتى لو مش معطى احنا عرفناك هتجيبها ازاي. خلاص باشمهندس، المماس التاني كلنا بنغلط فيه بقى ليه؟ الناس بتقول لي خلاص انا خلصت، انت لما بتلاقي ده المفروض ترسم موازي هنا. ولا ايه، راح رسم لي موازي وقال لي دي تي مين تي 2، وراح ماسك القلم بتاعه وشغال بقى وصل تي 1 بمين بتي 2، وراح جايب لي هنا نقطة الايه الاي، وراح جاي الناحية التانية موصل السي بالاي وقال لي مد مع العمودي اللي هو خط الزاوية نفسه، وراح جايب المركز. الكلام ده غلط ليه؟ المماس اللي حضرتك خدته هنا ده كده بيمس انهي دايرة؟ ركز كده، الجزء ده هل ده تبع الدايرة ال 140 ولا ده تبع الدايرة ال 40؟ انت كده بتلمس الدايرة ال 40. هو المنحنى المعكوس ماسك ار 2 و140 ولا ار 42؟ انت كده شغال على حاجة تانية خالص. اصلا الدايرة ال 140 خلصت هنا ما خلصتش هنا، اخرها هنا. فانت اي مماس هتعمله في المنطقة دي انت شغال على دايرة تانية خالص غير اللي انت عايزها. دي اول غلط. واحد تاني، اقول له يا باشمهندس المماس الاولاني اهو والمماس الثاني، انا عشان عايز المس الدايره بقى ال 140 انت قلت لي اخرها هنا، يبقى النقطه دي هي اللي عندي. وراح عامل كده وقال لي دي كده مين تي 2، ده غلط غلطه ابشع من زميله اللي فات. ليه؟ وراح موصل دي بدي كده، قال لي اهو انا كده على ال 140 لان ال 140 اخرها هنا، فانا جبت لك الاي وكمل شغل بقى. غلط جدا. ليه؟ سيادته دلوقتي عمل مماس افقي ومماس مايل، والمنحنى المعكوس شرطه الاساسي عشان تبدا تطبق الخطوات ان المنحنيين يكونوا متوازيين. طب باشمهندس خلاص انا متاكد من ده، هو ده بقى اللي غلط. طب لو ده غلط الزاويه لازمتها ايه؟ ده اول هام. تاني هام، لو انت كنت عايز تخلي المماس اللي هنا افقي، يعني هتخليه افقي مع مين؟ ما تنساش ان ده اصلا مش موجود، ده هدف المساله، ده مش عندك. فازاي هترسم مماس افقي لحاجه مش موجوده؟ النقطه الوحيده اللي موجوده هنا هي اللي على زاويه 30، فهو ده اللي صح مش الافقي. طب ايه الصح؟ ايه العمل يا باشمهندس بقى في الحاله دي؟ ما انت كده غلط وكده غلط. سيادتك المماس ده صح، بس لما توازيه انا عايزك توازيه بحيث يلمس ال 140. هتقول لي ما ال 140 لو انا جيت عملتها من هنا بلاقي نفسي على ال 40، اعمل ايه؟ كمل ال 140 دي شويه بره. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ارسم الدايره زياده؟ اه ما تخليهاش تقف هنا، ارسمها بره كده، كملها لبره شويه. ساعتها دلوقتي تقدر حضرتك تعمل ايه؟ خلينا ايه؟ نغير اللون بتاعها. سيادتك تكمل دي كده لبره. تقدر حضرتك دلوقتي تاخد المماس فعلا عليها توازي ده تلمسه هنا. اه كده انت راجل شغال صح، لان دي كده بقت تي 2. تقدر دلوقتي تاخد توصيل تي 1 تي 2، تمام، هتوصل تي 1 بتي 2. بعد كده تعمل ايه؟ ناخدها بالخط افضل معلش. خلصت كده مسألتك، كده انت شغال صح. بعد ما وصلت يوم اتنين هتوصل مركز المعروف بمين؟ معروف اللي هو 140، ما تلخبطش، بنقطة الاي بتاعتك وتعمل ايه؟ تمد. لما تمد هيتقطع معاك خط الزاوية اللي هو العمودي على المماس، ما تنساش في السي 2، تفتح البرجل من هنا لهنا وتقوم راسمها. وصلت كده الفكرة في المسألة دي فين؟ تعال نطبق الكلام. على المسألة اللي عندي احنا اتفقنا في قوس 140 من هنا. أهو. لما ترسمه بقى حضرتك أنت هتفتح البرجل من هنا لهنا وترسمه لبره، لا لو سمحت زوده شوية الناحية دي. خلاص؟ ومعاك هنا الزاوية الإيه؟ ال 30. فدي كده نقطة التماس. المفروض ترسم لي هنا خط عمودي على الزاوية، تمام، بالمنظر ده، وبعد كده توازيه تحت. اتفقنا في طريقة أدق، إيه هي الطريقة؟ باشمهندس قال لي من شوية لا أنت ممكن ترسم لي من هنا خط بزاوية إيه؟ 30، لو تفتكر شرحناها في التمرين اللي فات. الخط ده حضرتك ممكن تعمل فيه إيه؟ ترسمه بزاوية 30 مع الرأسي في نفس الربع اللي فيه المسألة. طالما دي 30 في الربع الرابع يبقى دي 30 في الربع الرابع. اشمعنى طلعت من هنا مش من هنا؟ لأن مركز الدايرة ال 140 هنا، فالزاوية بتترسم من عند مركز الدايرة. كده 30 مع الرأسي، وكده جبت نقطة التماس بدون الحاجة للموازيات، وده طبعا اتفقنا بيبقى أدق. فأنا من هنا هرسم خط شبه الخط بزاوية 30
لفوق. طبعا سيبك من البرنامج اللي انا شغال بيه، سيادتك شغال يدوي، البرنامج ده تعليم الترم الثاني. من هنا كده انت جبت النقطة ايه بالظبط؟ ماشي. لما ترسم الزاوية ال 30 اللي تحت دي زي ما انا عملت، هترسمها تحت هتطلع لك نقطة التماس بدون ما تحتاج لإيه؟ لإنك ترسم مقاس تحت. حلو، هتوصل لي بخط ما بين تي ومين؟ والتي التاني. تمام؟ ممكن نمسح الشغل بتاع الحاجة القديمة عشان الأمور تبقى أوضح، كأننا ما رسمناش الكيرف اللي فوق. وصلنا التي 1 بمين؟ بالتي 2. قطع هنا في نقطة الأي، هنوصل بقى المركز ده لنقطة الاي او ريفليكشن، ونعمل ايه؟ نمد الخط ده هيقطع معاك في المركز المطلوب، تفتح البرجل بتاعك من النقطة دي، تغير الاي وترسم، هتلاقي الكيرف معاك طلع بالظبط. لو حبينا نشيل الزيادات هتشوف المنظر النهائي للمحل المعكوس. انت طبعا بالجوم وتمسح الزيادات. الجزء ده في المسألة أنا لازم أفضل شايفه، لأن الحتة دي لو أنت فكرت تمسحها يبقى أنت كده إيه، ضيعت لي نقطة التماس، يبقى أنت بالنسبة لي بتفكر. وصلت كده؟ يبقى الفكرة في المسألة دي كانت في المحل المعكوس الثاني إن هو R2 140، وإن أنا ما ينفعش أرسم المقاس هنا عشان هيبقى أفقي، ولا ينفع أعمله هنا عشان هيبقى مايل أه بس على ال 40. أنا اضطريت أكمل الدايرة ال 140 وأرسم المقاس ليها، وبعد كده أوصل تي بالتي وسي آر سي وأنا شغال عادي خالص.